الآن بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد، أمين. حلقة جديدة من إيماننا الأقدس، وبنعمة ربنا نتكلم النهاردة عن الزواج. الزواج في المسيحية مرتبط بالزواج في فكر الله، وما هواش مجرد علاقة بين رجل وامرأة، أقصد علاقة جسدية، ولا هو أيضا علاقة اجتماعية بين شخص وآخر لتكوين كيان جديد، لكن الزواج في المسيحية ليه خلفية في ذهن ربنا، هي دي اللي بتعطي له تميز عن فكرة الزواج في أي مجتمع آخر أو في أي ثقافة أخرى. الحكاية بادية من قبل آدم وحواء، ولما كانت الفكرة في عقل الله أو في فكر الله، خلق الإنسان بهذه الكيفية ذكراً وأنثى عشان يحقق فكرة كانت في عقل الله، وهي اتحاد المسيح بالكنيسة. في سر الزيجة في صلاة الإكليل بنقرأ إنجيل معلمنا متى إصحاح 18، آسف إصحاح 19، يقول إيه: ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك، وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ خلي بالكو من الكلام، بيقول جاء إليه الفريسيون ليجربوه، يعني مش جايين يستفسروا، هم عندهم فكرة فجايين يجربوه، هو مع الفكرة دي ولا عكسها؟ لأنه كان في الوقت ده فكرتين موجودين، فكرة بتقول إنه ممكن الرجل يطلق المرأة من أجل كل سبب، حتى يعني لو الملوخية طلعت سقطة أو القهوة طلعت من غير وش، يطلق من أجل كل سبب، لو ما ارتاح لهاش يطلق، لو عجبته واحدة تانية يطلق، كان في فكرة كده. وفي فكرة تانية بتقول إنه ما يقدرش يطلق إلا لو في عدم أمانة، لو في خيانة، لو في زنا. فجم الفريسيون بيجربوه بقى، والوقت ده كان فيه الأزمة بتاعت هيرودس وهيرودية، ويوحنا المعمدان كان بيقول له لا يحل لك، لأنه هيطلق مراته عشان يتجوز واحدة تانية. فقالوا له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم، المسيح له المجد، أجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء
خلقهما ذكرا وأنثى. شوفوا رجع لفين، رجع للأصل. بيقول انتم ما قريتوش انه من البدء الإنسان اتخلق ذكر وأنثى. وشوفوا ربنا له المجد، هي كلمة واحدة بس مليانة بقى معاني. خد عندك، يعني من البدء خلق الإنسان على هذه الصورة ذكر وأنثى، يعني عايز يكون في زيجة وعايز يكون في اتحاد وتبادل بين طرفين. خلي بالكم لو هي الحكاية بس فكرة التكاثر والإنجاب كان ممكن ربنا يحلها بطرق كتيرة. يعني مثلا كان ممكن الإنسان يبقى هو كائن أحادي، هو عنده البذرة وبيحطها وهو اللي بيحمل وهو اللي بيولد، ويبقى هو حاجة واحدة في كل حاجة مع بعضها وبيعملها زي ما بيتكلم لوحده، مش محتاج حد يجيب له حاجة. كان يعرف ربنا يتصرف، لكن هو عمل النموذج ده مثال أو أيقونة للاتحاد بتاعه مع الكنيسة، اتحاد الله مع الإنسان. فقال لهم من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وخلوا بالكم ذكرا وأنثى مش ذكرين ولا أنثتين. والمسيح له المجد بيجاوب في جملة قصيرة فيها كل المعاني. أما قرأتم أن من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ يعني أنتوا جايين تسألوا على إيه النهاردة؟ في إيه جديد النهاردة بتسألوا له؟ أنتوا ما قريتوش أن من البدء الحكاية كده؟ في حاجة حصلة النهاردة جديدة؟ بقى في جنس جديد تالت احنا ما نعرفش؟ في حاجة حصلت غيرت اللي من البدء حين خلقهم الله ذكرا وأنثى؟ أما قرأتم؟ ده اللي جايين يجربوه. بيقولهم يعني جهلة ولا منورين؟ انتوا جايين تمتحنوني ليه؟ امتحنكم أنا بقى. أما قرأتم أن من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إزاي الاثنين بيبقوا جسد واحد؟ هو ربنا عمل كده، يعني من ساعة ما خلق آدم وحواء وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم وأحضرها إلى آدم، قال آدم هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي. يعني هما الاتنين بقوا إيه؟ جسد واحد. آدم فهم الحكاية دي وحواء كانت فاهمة الحكاية دي، قال دي عظم من عظمي ولحم من لحمي، فاحنا الاتنين جسد واحد. الكنيسة بتقول لنا الحكاية دي يوم الجواز في صلاة الإكليل عشان كل واحد وواحدة يبقوا فاهمين الحكاية ايه، مش شركة، مش واحد معجب بواحدة ولا واحدة معجبة بواحد، فهما الاتنين هيقضوا وقت لطيف مع بعض. لا، الحكاية مش كده. الحكاية انه احنا بنحقق فكرة الله في حياة مقدسة للإنسان. ربنا عايز الإنسان بكل طاقاته يبقى عايش فرحان وعايش منطلق وعايش سعيد، يجد من يعينه ويفهمه ويتحاور معاه ويبقى على مستواه، مش مجرد واحد معاه حاجات بيلعب بيها.
فعجبته واحدة فهيلعب بيها هي كمان. لا، دي على مستوى عالي قوي قوي قوي، هو مستوى اتحاد الله بالكنيسة، حاجة في غاية الاحترام. جميلة. هتفتكروا بولس الرسول في أفسس لما بيقول لأننا أعضاء جسمه، ها، من لحمه ومن عظامه. نفس الكلمة اللي قالها آدم، عظم من عظمي ولحم من لحمي. هنا إحنا أعضاء جسمه، من عظمه ومن لحمه. عشان كده بنقول إنه البيت المسيحي، الزوج والزوجة والأولاد، هم نواة الكنيسة، وحدة بناء الكنيسة، أيقونة الكنيسة، نموذج مكتمل. وعشان كده أب أو زوج وزوجة وأبناء، أو أب وأم وأبناء، وتلات حاجات بس، يعني مهما كتروا الأبناء هم يعني في أفة واحدة اسمها الأبناء، يبقى الأب والأم والولاد، كانوا واحد كانوا اتنين كانوا عشرة كانوا مية، هم الولاد. نموذج للثالوث القدوس. خدوا بالكم ربنا عامل الإنسان إزاي. فحواء تخرج من جنب آدم، يعني لا تجيله من حتة تانية زيها زيه ولا تتولد منه، هي خارجة منه منبثقة منه، لكن الأولاد مولودين. نفس العلاقة بتاعت الثالوث القدوس، الله الآب، الابن مولود منه قبل كل الدهور، الروح القدس منبثق منه. شوفوا ربنا عامل النموذج إزاي، حاجة على مستواه هو، حاجة في هذا المستوى من القداسة ومن الكمال ومن نضوج العلاقات. فيبقى الأولاد مولودين، عشان كده يقول الابن، الابنة، الولد، البنت، والزوجة منبثقة، يعني زي الروح القدس منبثق من الآب. كان زمان الزوج يقول لزوجته يا روحي، مش عارف دلوقتي لسه بيقول كده ولا دلوقتي بقى بيقول حاجة تانية غير كده. فيقول إيه، نرجع تاني للإنجيل، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. مع إنهم جسدين بس بيقول لا، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. ما هي متاخدة منه، عظم من عظمه ولحم من لحمه، واللي فضي عنده ربنا بنهوله، فخلاص بقينا احنا الاثنين جسد واحد، وربنا أحضرها إليه. نفس اللي بيحصل في سر الإكليل، كنيسة بتجيب العروسة وتسلمها للعريس ونقول له استلم يا عريس عروسك، نقول له رئيس الكهنة سلمها لك، بيد رئيس الكهنة سلمها لك، أو بيد أبونا الكاهن سلمها لك، المسيح له المجد. يعني ربنا أحضر لك حواء بتاعتك عشان تقول عليها لحم من لحمي وعظم من عظمي، عشان تقول عليها إحنا دلوقتي ما بقيناش اثنين، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. يعني الحكاية دي نعرف نعيشها؟ إحنا عندنا مشاكل كتيرة قوي في الأمور الزوجية وبيسموها الأحوال الشخصية. أنا مش عارف سبب التسمية دي جه منين، أحوال شخصية، إن هي أحوال كل شخص ولا شخصية عشان إيه؟
ولا يمكن مش أحوال عامة، يعني أحوال خاصة شخصية. الحقيقة دي أحوال إلهية مش أحوال شخصية، مش كل واحد حر فيها. ربنا عمل ده، عمل هذا الاتحاد. شوفوا يقول: إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. الله هو اللي جمع، مين يعرف يفك اللي ربنا عمله؟ مفيش إنسان يقدر يفك ده، لا يفرقه إنسان، أي إنسان ما يقدرش يفرق ده، ولا الزوج يقدر يفرقها، ولا الزوجة تفرقها، ولا أي حد تاني يقدر يفرقه، لأن الله هو اللي جمع، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. جمعية الله هو اللي جمع، مين يعرف يفك حاجة ربنا هو اللي ربطها؟ محدش يقدر يعمل الحكاية دي. فين السلطان اللي ممكن حد يفك بيه الرابطة دي؟ مفيش. دي حاجة بتاعت ربنا، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. عارفين حضراتكم زي مثلا ما بيجي أبونا يصلي القداس على القربانة والأباركة وتتحول لجسد ودم المسيح له المجد، حد يعرف يرجعهم تاني قربانة وأباركة؟ خلاص تحولوا بفعل الروح القدس وبفعل الصلاة وبفعل سلطان الكهنوت إلى جسد ودم. الله أعطانا سلطان إن إحنا نحول الخبز والقمر إلى جسد ودم، لكن لم يعطنا سلطان أن نعيدهما مرة أخرى إلى الحالة الأولى. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فشوفوا سمو الزواج، إنه علاقة بيجمعها الله بنفسه. إحنا بنشوف الناس بيبقوا ملخومين في الإكليل، مش دريانين إيه اللي بيحصل، هم فاكرين إن هم اللي بيجمعوا بعض، أو فاهمين إن المصوراتي لما بيحط دماغهم على بعض كده ويروح مصورهم هو اللي بيجمعهم، أو متخيلين إنه لما اسمهم يتكتب في بطاقة واحدة وبدل بطاقة شخصية تبقى بطاقة عائلية يبقى البطاقة هي اللي جمعتهم. ما جمعه الله. ربنا جاب فلان وجاب فلانة وجمع الاتنين مع بعضهم. شوف يقول: أحضرها، بنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. هو اللي بيجمع، هو اللي جايبها لآدم. فأول ما جابها لآدم قال آدم: هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي. الله بيجمع، وما يجمعه الله لا يفرقه إنسان. عشان كده الجواز في المسيحية ليه وضع وليه كيان يبدو صعب. مش بس ده اللي في المسيحية صعب، خلي بالكم انه التناول ما هوش سهل، وان خبز وخمر يبقوا جسد ودم دي حاجة صعبة. لما قالها المسيح له المجد لليهود عثروا فيه، ولما قالها للتلاميذ سابوه ومشيوا. حاجة ما كانتش سهلة، ولا هي لغاية النهاردة سهلة. لما الكتاب المقدس قال لنا بفم المسيح له المجد إنه الله آب وابن وروح قدس، دي برضو حاجة مش سهلة، وما زال الناس بتعثر، هو الله ولا الله، واحد ولا ثلاثة، دي حاجة برضو مش سهلة. فالمسيحية ديانة، يعني انجازت عليها كلمة ديانة. ديانة ليست بحسب مفهوم البشر، وديانة ليست لإرضاء طموح أو فكر
البشر. لا، هي ديانة ترفع الإنسان إلى الله، تقرب الإنسان إلى الله على هذا المستوى مش على هذا المستوى. فلما المسيح له المجد قال لهم الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قالوا له لو الحكاية زي ما أنت بتقول كده، إما ليه موسى أوصى أنه يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ وخلي بالكم أنه هما برضو بيتكلموا بلؤم وبخبز، لأنه الموقف بتاع موسى ما كانش كده، مش موسى اللي قال لهم عايزكم تطلقوا، لا ده هما كانوا بيطلقوا، واللي يطلق واحدة يسيبها مربوطة بيه، يعني ما تقدرش تتجوز حد تاني لأن هي لسه مراته، بس هو طلقها خلاص يتجوز هو تاني، لكن هي خلاص مش تبعه، تفضل مربوطة. موسى قال لهم لأ، لو هتعمل كده بقى لا اديها كتاب طلاق، فلما تديها كتاب طلاق بقت هي حرة منك خلاص، طالما انت نويت على كده. فبيقولوا له لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، لكن من البدء لم يكن هكذا. شوفوا بيرجع دايما من البدء، أنا عامل الحكاية دي إزاي؟ ما تيجوا تفهموا إيه هو الجواز، ما تيجوا تفهموا إيه هو الرجل والمرأة، ما تيجوا تفهموا ما هو الاتحاد الزيجي، ما تيجوا تفهموا ما هو البيت وما هي الأسرة، ما تيجوا نفهم بالراحة إيه المسيح وإيه الكنيسة، إزاي المسيح رأس الكنيسة وإزاي الرجل رأس المرأة، ما تيجوا نفهم بالراحة بدل ما احنا واخدين الحكاية قفش ويلا حقي، حق اتجوز وقت ما انا عايز، حق اتطلق وقت ما انا عايز، حق اختار اللي انا عايزها، حقي لو ما عجبتنيش اغيرها باللي انا عايزها، هي مش فكرة حقي، انا عضو في جسد المسيح، حياتي في المسيح شكلها ايه، مفروض تمشي ازاي، مفروض بحسب المسيح مش بحسب أهواء العالم، مش بحسب تطلعات وطموحات الإنسان العتيق، مش بحسب الشهوة والغريزة، مش بحسب ده، لا. وأقول لكم، قال لهم بقى ده القديم، يا موسى قال كده عشان قساوة قلوبكم لكن من البدء لم يكن هكذا، أنا بقى هقول وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال لهم لا، الحكاية مش على مزاجكم، مش كل واحد يطلق وخلاص، وتعبته وسابته ومشيت طب خلاص يبقى هطلقك، وغابت عنه سنة ولا اتنين ولا غاب عنها سنة ولا اتنين يبقى هنطلقكم. لا، بيقول اللي هيتجوز مطلقة يبقى زاني، واللي تعمل كده تبقى زانية، فاش فصال فاش لعب دي. اهي تاني، أقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا، يعني مش مسموح بأي طلاق إلا بسبب الزنا، اهي من فم المسيح له المجد. أقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، لأنه لو طلق لأي سبب غير الزنا هو قدام ربنا لسه متزوج ما طلقش. طب لو اتجوز واحدة تاني، طب ما هم لسه متجوز أولاني يبقى زاني. طب ليه ما أنا فكيت الزيجة بتاعتي، أنا طلقت؟ لا، أنت طلقت لكن ده ما جمعه الله، انت ما تقدرش تطلق ولا حد يقدر يطلق لك لانه ده ما جمعه الله.
والذي يتزوج بمطلقة يزني، برضو لو واحدة متطلقة كده يبقى برضو زاني. يعني الحكاية على الرجل وعلى المرأة، لأنه في الوقت ده برضو اللي كان فيه المسيح له المجد بالجسد كانت الحكاية دي موجودة، يعطوا الحق للرجل أن يطلق لو الزوجة زنت، ولا يعطوا الحق للزوجة أن تطلق لو الزوج زن. فالمسيح له المجد جاي بيقول لا ده زي ده. قال له تلاميذه، خلي بالكوا بقى أو الكلام اللي احنا بنقوله النهاردة واللي بيتقال على طول مش بس النهاردة. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. قالوا له لا بقى، ده لو الحكاية كده يبقى ما فيهاش جواز. جواز إيه؟ مين هيرضى يتجوز لو الحكاية كده؟ ليه؟ أمال أنتوا عايزين إيه؟ هما مش عايزين جواز يدوم، هما عايزين شهوات يشبعوا شهواتهم، مش عايزين يعيشوا زيجة. عايز يدور على ملكة جمال، لكن لو وشها غير وكرمش مش عايز واحدة غيرها. فازاي مش هنطلق؟ أنا عايز أطلق من أجل كل سبب. ولو أنت هتقولي لا لازم تفرقك، خلاص تفارقني شوية وبعدين أقول فرقتني يلا طلقني، تعمل إيه؟ هم عايزين كده. قالوا له لو اللي أنت بتقوله ده إن إحنا ما نقدرش نطلق يبقى ما نتجوزش أصلا. قال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا بل الذين أعطي له. عايزين يعني تعيشوا بتوليين؟ طب يا ريت. بس مين يقدر يعيش بتول؟ تعيش البتولية حبا في البتولية، تعيش البتولية لأنك فاهم إن هو ده العرس الحقيقي، هي دي الزيجة الحقيقية، اتحاد النفس بالله. عيش يا ريت. قال لهم لكن في خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، وناس خصاهم الناس، وناس هم خصوا أنفسهم إلى ملكوت الله لأجل ملكوت الله، ومن استطاع أن يقبل فليقبل. لما جه يتكلم عن الجواز في سموه قالوا له لا ما نتجوز، ولما جه يتكلم عن الإفخارستية في سموها قالوا له ده راجل مجنون ده ولا مختل ولا ايه، سابوه ومشوا. قالوا له كيف يعطينا هذا جسده لنأكل. ولما جه يتكلم على الجواز قالوا له ان كان امر الجواز كده فيبقى ما فيش جواز. جواز ايه؟ شايفين؟ ادي المسيحيه. هنقول حياه صعبه؟ لا، حياه ساميه مش حياه صعبه. حياه بتسمو بالانسان للمستوى الالهي، مش يعيش في المستوى الحيواني، لا ترفعه الى المستوى الالهي. معلمنا بولس الرسول، طب نقرأ برضو من هنا. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس، كورنثوس الأولى 7، بصوا يقول إيه. المرأة مرتبطة بالناموس، كورنثوس الأولى 7:39، المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. أدي السبب الثاني اللي بيفك الزيجة. أول سبب الزنا، لأنه الزنا بيخرج النفس من اتحادها بالله، يعتبر انفصال عن الله، فخلاص بيفصل هذه العلاقة، بيخرجه بره، يبقى كده طلع ده بره، واحد غيره بقى ممكن يخش. السبب الثاني الموت. طب السبب الثالث؟ مفيش بقى خالص سبب ثالث. تعالوا نقرأ كورنثوس الأولى 7
آية 10 و11. يعني السببين اللي ممكن يفكوا الزيجة إما الزنا أو موت أحد الطرفين، يعني زنا أحد الطرفين أو موت أحد الطرفين. طب لو مش متفقين، لو الخناقات زادت، لو سابها ومشي، لو سابته ومشيت، لو أي حاجة تانية غير السببين دول، اسمعوا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 7 بيقول إيه. بيقول: وأما المتزوجون فأوصيهم، لا أنا بل الرب. يعني هقول وصية للمتجوزين، الوصية دي مش مني، الوصية دي من ربنا. طب ربنا بيقول إيه يا بولس الرسول؟ أن لا تفارق المرأة رجلها. المرأة ما تسيبش جوزها، المرأة لا تفارق رجلها. طب افرض ما عرفوش يعيشوا مع بعض وكان لازم تفارق أو هو لازم يفارق، يقول إيه؟ وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة. يعني مش هينفع تتجوز تاني لو هتسيب جوزها عشان مش عارفة تعيش معاه أو لأي سبب، هتلبث غير متزوجة. طب لا، تعيش ازاي غير متزوجة؟ يمكن تنحرف، يمكن تميل للخطية، يمكن تضعف، يمكن ما تحتملش. شوفوا البديل ايه، البديل: او لتصالح رجلها. يعني اللي مش عارفة تعيش مع جوزها أو اللي مش عارف يعيش مع زوجته، قدامهم حل من اتنين، مفيش تالت، حلين بس. الحل الأول إن هي تلبث غير متزوجة، يعني تفارقوا وتلبث غير متزوجة. طب لو مش قادرة تصالح رجلها، ترجع تصالحه. طب لو مش عارفة تصالحه، يبقى الحل الأولاني تلبث غير متزوجة وهي مفرقاه. طب لو مش قادرة تصالح رجلها، طب لو مش عايزة تصالحه، تلبث غير متزوجة. مفيش حاجة تالتة، يا دي يا دي، واحدة من الاتنين فقط. أما المتزوجون، نقولها تاني: فأوصيهم لا أنا بل الرب، يعني وصية إلهية، أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. يعني اللي يمشي على الراجل يمشي على الست، المرأة لا تفارق رجلها وبرضو الرجل لا يترك امرأته. ليه؟ ليه معلمنا بولس حبكها كده؟ تفتكروا ده تعسف من بولس الرسول؟ لو تعسف من بولس الرسول يبقى تعسف من المسيح له المجد نفسه. ما الناس قالوا له كده، قالوا له لو هو ده أمر الرجل مع المرأة يبقى ما ينفعش نتجوز. هو مش تعسف لا من بولس الرسول ولا من المسيح له المجد، لكنه سمو بسر الزيجة، سمو بالعلاقة الزوجية، سمو بفكرة الزواج، ارتفاع بقدسيتها. لأنه أساس العلاقة هو اتحاد المسيح بالكنيسة. المسيح اتحد بالكنيسة ازاي؟ بالصليب، بالموت، بأنه أخلى ذاته، فعرف يتحد بينا، اشترانا بالطريقة دي، مات من أجلنا، صلب على الصليب لأجلنا، اشترانا بدمه. ده أساس العلاقة. ما كانش عايز حاجة مننا، وإحنا بنصلي ونقول له: لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. هو كان عايز مننا إيه؟
يلاقي ايه عندنا ياخده او يعني يشتهيه، ولا ده هو عارف ان احنا تراب، لكن هو عايز يدينا حياته، عايز يدينا روحه القدوس، عايز يدينا قداسته، عايز يعطينا ما له. مش واحد بيتجوز واحدة عشان عايز منها، وهي وافقت بواحد عشان عايزة منه، لأ، دي علاقة بتاعت تدي مش تاخد. هو ده أساس العلاقة. المسيح يموت من أجل الكنيسة، فالكنيسة هي كمان تموت من أجل المسيح. فهو يصلب نفسه من أجل أولاده، وأولاده يقولوا له صلبنا الجسد مع الشهوات. علاقة متبادلة فيها موت وفيها تضحية. مع المسيح صلبت لأحيا. علاقة متبادلة، مش فيها هات، لا، فيها خد. هو المسيح يعطينا ذاته وإحنا نعطيه حياتنا. هو ده أساس الزيجة. لما بيغيب بقى ده عننا وعن فكرنا وعن فهمنا وعن بيوتنا، بتحصل المشاكل، مش عارفين يعيشوا مع بعض ومش عارفين يستحملوا بعض. طب لما ما يبقوش عارفين يستحملوا بعض، يقولوا يا كنيسة طلقينا. طب الكنيسة تطلق بغير أمر الله؟ أديكوا سامعين بولس الرسول بيقول إيه؟ الكنيسة تطلقهم إزاي دول؟ الكنيسة تنصحهم بقى، تقول له لا يا حبيبي، عيش الزيجة كما ينبغي. ابذل نفسك من أجل زوجتك، ابذل نفسك من أجل ولادك، احتمل زوجتك في ضعفها، احتملها في نقصها. الله ونحن بعض خطاه مات المسيح من أجلنا. ما قالش لا أنا هطلقكوا عشان أنتوا وحشين، قال لا أنا حاجي أصلح العيب اللي فيكم، أنا حاجي أحمل خطيتكم عشان أنقيكم، عشان أحضر الكنيسة عروس مجيدة لا عيب فيها ولا شيء من مثل ذلك. ده قراءة البولس اللي الكنيسة بتقراها علينا في سر الإكليل. يقول أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. أدي الجواز. وقبليها تقول للزوجة أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. بصوا الرابطة، ليه الرجل رأس المرأة؟ ما هو ما ينفعش يبقوا الاثنين حاجة واحدة، لأنه ده جسد، الجسد يلزمه رأس، لكن فيش جسد من غير رأس. فالمسيح رأس الكنيسة والرجل رأس المرأة، لأنه ده هو ده الاتحاد، ده هو الاتحاد ده. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. يعني إذا كان الرجل رأس المرأة فهو رأس مش من حيث التسلط، لا، من حيث التدبير، لأنه ده جسد لازم يمشي في تناسق، ولازم رأس تحرك وتفكر وتدبر. كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. شايفين المحبة شكلها إيه؟ كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. حبها وهي وحشة. ممكن حضرتك تحب زوجتك لو وحشة؟ المسيح حب الكنيسة وهي متمردة. ممكن حضرتك تحب زوجتك لو متمردة؟ المسيح حبنا ونحن بعد خطاه. ممكن تحب زوجتك وتحبي زوجك لو الطباع وحشة والأخلاق صعبة والعادات مش مستحملينها.
كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه. شايفين الجمال؟ آدي الزيجة المسيحية. مش ندور على الانفصال وندور على الطلاق وندور على المحامي وندور على القانون وندور على تغيير الملة وندور على، بصوا الحياة اهي، الحياة اهي. تقدر تحمل صليبك، تقدر تكون ليا تلميذ، انت اخترتها وانت اخترتيه، نعرف نعيش ونمشي حياتنا، نعرف نفهم انه ما عندناش بديل غير ان احنا نعيش مسيحيتنا. الكلام صعب، بس هم قالوا للمسيح كده، قالوا له لو الحكايه كده يبقى ما حدش يتجوز. امال ابائنا وامهاتنا اللي اتجوزوا وعاشوا في تقوى وعاشوا في مخافه الله دول ايه؟ ما كانوش بشر؟ والنماذج التقية اللي موجودة في وسطنا النهاردة دول مش بشر؟ لا، اللي بيقول لو الحكاية كده ما نتجوز ده لأنه هدفه في الجواز غير مقدس، ده لأنه طريقته وفكره لا مش مظبوط، عايز يتعدل. زي يوم ما معجبهمش كلام المسيح له المجد إنه بيتكلم إن الله أبوه، قالوا له أنت إنسان تجعل نفسك إله، أنت عشان حاجة مش فاهمها هتحاربني؟ أنت عشان حاجة أنت مش قابلها ومش راضي بيها هتقاومني؟ لو عايز تعيش معايا تعالى افهم الحياة بتاعتي وعيش. فيجي حد يقول ما بلاش بقى حكاية التثليث والتوحيد، الناس بيقولوا علينا كفرة، بلاش نقول كده، امال نقول ايه؟ يجي حد يقول بلاش تقولوا في القداس خبز وخمر عشان ممكن الناس يفهموها غلط ويتريقوا علينا، امال نقول ايه؟ حد يقول لا بقى ما تحبكوهاش وتقولوا لا طلاق الا لعله الزنا، لا ما في حاجات بقى مستحكمه واليومين دول الدنيا يعني بقت صعبه غير زمان، المسيح لو موجود النهارده كان هو اللي طلق بنفسه. ايه ده؟ عايزين نسهل لنفسنا وعايزين نخضع الله لرغباتنا ولشهواتنا، لكن لا، المفروض احنا اللي نخضع لإرادة الله. شوف يقول ايه، كما تخضع الكنيسة للمسيح، الكنيسة تخضع للمسيح، احنا الكنيسة، انا كزوج انا كنيسة، انا كزوجة كنيسة، انا كأبونا كنيسة، إحنا الكنيسة كلنا، الكنيسة تخضع للمسيح. المسيح قال إيه؟ أهو اللي إحنا بنقوله ده. شوفوا معلمنا بولس يكمل يقول فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا الكنيسة. شايفين رابط الرابطة إزاي؟ يعني زي ما ربنا بيعول الكنيسة بجسده ودمه وبروحه القدوس وبالأسرار، برضو الرجل يهتم بزوجته، لا يبغض أحد جسده بل يقوته ويربيه. جسدي ضعيف، جسدي مريض، طب وماله؟ هقطع الجسد وأقول أمشي راس لوحدي؟ تمشي راس لوحدك إزاي؟ أنت خلاص بقيت راس بجسد، بقى ليك عظم، بقى ليك لحم، هترمي لحمك فين؟ ترمي عظمك فين؟ وولادكوا هتعملوا فيهم ايه؟ لما ده عايز يستسهل ينفصل ودي عايزه تستسهل تتطلق، والولاد هيروحوا فين؟ نعقل نعقل. شوف يقول لا يبغض احد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب ايضا للكنيسه
لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. شايفين بقى؟ أدي الرابطة هي. هي عظم من عظمي ولحم من لحمي، أنا عظم من المسيح ولحم من لحمه. إحنا واحد في المسيح. الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، هما الاثنين متحدين بالروح القدس في المسيح. هيتطلق ازاي؟ ما جمعه الله لا يفرقه انسان. هذا السر عظيم، سر الجواز، سر الزيجه. بيقول هذا السر عظيم، ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسه. يعني سر الزيجه ده سر عظيم، بس لا، ده انا مش بتكلم على الزيجه رجل بامراه، ده انا هتكلم على الاكتر. اقول من نحو المسيح والكنيسه. يعني السر ده بتاع الزيجة بتاع الرجل والمرأة بقى عظيم لأنه من نحو المسيح والكنيسة. طب المسيح هيطلق الكنيسة؟ لما عمال ينده علينا بالتوبة وإحنا ماشيين منحرفين في شهواتنا وفي ملذاتنا وفي انشغالاتنا وفي همومنا وبطريقتنا ورافضين وصيته وبنخالف شريعته، يعمل فينا ايه؟ يطلقنا ولا يرمينا ولا يعمل ايه؟ بنقول له عد يا رب واطلع وانظر، تعهد هذه الكرمة. يقول لا انا هنفصل، لا هشوفوا لي حد يطلقني منكم، لا ده اشترانا بدمه، ده بقينا حتة منه، بقينا جسده، بقينا لحمه، بقينا عظامه. يرمينا فين؟ يرمي جسده؟ في حد بيعمل كده؟ ايديا عضلاتي شدة عليا، اروح قاطع دراعي ورميه واقول له بعالج فيه بقالي سنة واثنين وثلاثة، بقالي خمس سنين بعالج في دراعي ما جابش نتيجة، اقطعه وارميه. ده لحمي، ده عظمي، دي زيجة، ده جواز، ما هوش علاقة بعقد. يلا احنا اتفقنا على كذا، تعالى نشطب العقد، اشطب وقطع، الورقة بتاعتك تقطعها والورقة بتاعتي اقطعها، ويلا كده خلاص يا دار ما دخلك شر. لا، دي زيجة في المسيح، ده سر كنسي، ده ما جمعه الله. عشان كده بنقول اللي هيتجوز خد بالك انت بتختار على اي اساس. بتختار بالمسيح عشان تعيش في المسيح، ولا بتختار لشهواتك وبمقاييس علمانية عالمية؟ بتختار على أي أساس؟ وانتي بتقبلي على أي أساس؟ وبتختاري على أي أساس؟ حياة في المسيح، تعيش في المسيح، مش بس الزيجة، لا، تنطبق على كل حاجة. واحد خادم داخل الخدمة، فهو داخل عشان يبقى البي والأستاذ، دخل لقاها فيها كنس ومسح وفيها بهدلة، والناس بتغلط فيه والناس بتحتقره والناس بتبهدله، يقول لا احنا مش متفقين على كده، انا متفق ان انا استاذ، فيسيبه ويمشي. ليه؟ ده انت جيت تقدم نفسك للمسيح، بتفك منه ليه وترجع ليه؟ راهب راح يتراهبن وقال انا عروس المسيح، ولا خادم راح يتكرس، ولا واحدة بتتكرس، انا عروس المسيح. طب احمل الصليب وعيش. لا، يجي في النص ويقول لا شوف حد يطلقنا، انا كنتش فاكر الحكايه كده. لا يا عم، مين يقبل ده؟ محدش يقبل، ربنا نفسه ما يقبلش الكلام ده. هذا السر عظيم، ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسه. يعني بصوا دايما من نحو المسيح والكنيسه. أنا الكنيسة عايز المسيح يعمل معايا إيه؟ عايزه يقبلني مهما كنت وحش، ولا عايزه يتلكك لي مهما كنت حلو؟ عايزه وأنا في صحتي وأنا في شبابي يحبني ويديني نعم ويديني عطايا، ولما أضعف وأبقى مش قادر يرميني ويقول لي أشوف غيرك
ولا أنا طالب إيه من المسيح؟ طالب منه يستحملني، وطالب منه يفضل يحبني، وطالب منه يفضل شاريني، وطالب منه يطول باله عليا مهما أنا كنت وحش ومهما بعدت ومهما غبت. ده الواحد فينا بيغيب عن الكنيسة ويجي يرجع يلاقي أبونا بيستقبله بالأحضان. معقولة؟ يبعد عن الخدمة سنة واثنين وثلاثة وزعلان ومقموص منهم ويجروا وراه ويرجعوه، يوم ما يرجع يعملوا له حفلة ويفرحوا بيه. معقولة؟ شوفوا الحكمة بتاعت ربنا له المجد، وهو بيقول على لسان بولس الرسول لما قال وصية، أقول لكم وصية لا أنا بل الرب، يقول إن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها. يعني خليك بعيد عنه ماشي، بس ما تتجوزيش. في ناس بتتصالح بعد سنة وبعد ثلاثة وبعد عشرة وبعد 17 وبعد 27، لكن مش اللي غضب بعد سنة يزود عليهم شوية وبعدين يفارق وينفصل ويتطلق ويتجوز غيره. إزاي ده يبقى بيت مسيحي؟ شكله إيه؟ الكنيسة هيبقى شكلها إيه لو إحنا هنعمل كده؟ أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. دي النصايح بتاعت الكتاب المقدس عشان نعرف نصون الزيجة بتاعتنا ونحافظ عليها مقدسة، ونحافظ عليها في السياق اللي ربنا له المجد أراده ليها، ونعرف نقبلها ونعرف نعيشها. الفريسيون رفضوا، قالوا له لا 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 لا، دي مش طريقة جواز. قال لهم ده اللي عندي. هو ده الجواز اللي أنا عامله، هو ده الجواز اللي أنا أعرفه. أنتوا بقى عايزين حاجة تانية، أنتوا أحرار، لكن هو ده الجواز اللي أنا أعرفه. لما قدم جسده ودمه رفضوا، قالوا لا 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 ما ناكلش الكلام ده، إزاي تعطينا جسدك لنأكل؟ قال لهم هو ده اللي عندي. أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا؟ أنا ما عنديش حاجة أديها لكم غير كده، مش هعرف أقول لكم حاجة غير كلوا جسدي واشربوا دمي. ده مش عاجبكم، خلاص أنتوا أحرار. مش هعرف أقول لكم غير أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا. ده مش عاجبكم، أنتوا أحرار. أنا أعمل إيه طيب؟ قالوا له لا كده ده يبقى مش جواز. أمال يبقى إيه؟ هو ده الجواز، هو ده اللي بيخلينا نعيش، هو ده اللي عاشوا بيه أبائنا، هو ده اللي إحنا نعرف نعيش بيه. بس لما يبقى فكر المسيح والكنيسة هو اللي في فكرنا، مش حقي وحقك. لو ربنا بيطلب مننا حقه يعني من يثبت؟ بنقول له كده، إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ مين اللي هيقف قدامك؟ هتيجي تقول لي اديني حقي، أنا أعرف أدي لك حقك منين؟ ده أنا في الموازين إلى فوق، أنا عبد بطال، أنا أعرف أرضيك بإيه؟ أنا برضيك بنعمتك اللي عليا، أنا برضيك بالروح القدس الساكن فيا، أنا برضيك بجسدك ودمك المكسورين والمسفوكين من أجلي. هو أنا أرضيك بإيه؟ بأعمالي؟ أنهي أعمال اللي تبرر الإنسان؟ أنهي أعمال؟ صومي وصلاتي ده يبررني؟ ده دمك هو اللي مبررني، دمك هو اللي قدسني. أنا عندي إيه أبرر بيه نفسي؟ أنا تراب طالب رحمتك، وليل ونهار عمالين نقول ارحمنا يا الله، كيريه ليسون، يا رب ارحم، اللهم ارحمني أنا الخاطئ، يا الله ارحمنا، يا الله اسمعنا، يا الله تراءف علينا، يا الله انظر إلينا، يا الله اطلع علينا. دي الحياة المسيحية، عايزة صراخ إلى الله، عايزة اتصال دائم بالله، عايزة اتحاد مستمر بالله، عايزة تقوى، عايزة مخافة. لكن مش كل واحد شادد في العريض وآزح وعايز يجر الدنيا وراه.
لا، الكتاب المقدس بيفرملنا والكنيسة بتفرملنا وبتهدينا وتقول بالراحة طول بالك. طيب عايز تفارق ممال وفارق، بس هتلبس غير متزوج لغاية ما تهدى وتعقل وتبني علاقتك بربنا وترجع تاني تقول إيه ده، أنا كنت زعلان منهم عشان كانوا مقصرين في حقي. حق إيه ده؟ أنا عايز أرجع لهم عشان أديهم حقوقهم. يا سلام، إيه اللي غيرك؟ أيوة، رجع لربنا، فهم المسيحية، فهم التقوى، عاش في مخافة الله، فأدرك ده عظمي، ده لحمي، حرميه لمين؟ أقطع حتة من جسمي وأمشي إيه؟ معاق؟ مشلول؟ أقطع ليه؟ إذا كان ربنا أعطاني جسد كامل وزي الفل، هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي. سر الزيجة سر مقدس، ولأنه سر مقدس يجب أن نحيا بهذه القداسة وبهذه الكيفية عشان نعرف نتمتع ونفرح بالحياة اللي ربنا أرادها لينا. باقي 3 دقايق، نقرأ شوية قبطي. جيفيس ماروقوت إن جاء فيوت نيم بشيري نيم بيب نفما إث أواب تترياس إتجيك إيفول تن أو أشت إم موس تن تي أو أو ناس. جبتوا إيه منها؟ أكيد كله طبعا، أنتوا شطار. نقرأ تاني مع بعض نشاور. جي الجنجة والأي، جي إف ده حرف الف، واللي بعديه سيما سين، إس ما إف إس ما رو أوت إن جي. يبقى دي أول سطر أهو سهل. تاني جي إف إس ما رو أوت إن جي إف يوت نيم إب شيري الآب والابن نيم بي ابن نفما، دي اللي هي مختصرة إث أواب. وطبعا مع القراية الكتيرة هنحفظ الكلمات المختصرة بالشرط بتاعتها، بي ابن نفما إث أواب اللي هو الروح القدس. لأنه مبارك، لأنه مبارك الآب والابن والروح القدس. جي إف إس ما رو أوت إن جي إف يوت نيم إب شيري نيم بي إب نفما إث أواب. إن عشنا وكان لينا عمر نكمل المرة الجاية يوم الخميس بإذن الله. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.